جالي سؤال من أم بتسأل إن بنتها بيبي عندها حوالي يعني سنة وكام شهر بس. البنت بتنام على الأرض، بتعمل حركات بالنسبة للأم غريبة جدا، بتعرق، بجسمها بيسخن أو بيزنهر كده، بيحصل لها فلاشينج. بتحس إن هي طبعا بتبقى البنت بتلمس المكان جوه الحفاض بتاعها. ممكن يحصل ان تحسي ان رجلها بدأت تضم على بعض بشكل بالنسبة للأم غريب جدا. ممكن بعدها تحسي ان البنت هديت قوي لدرجة انها دخلت كده على وش نوم، والأمهات مخضوضة. هو في حبيبتي نمرة واحد، الحركة دي مش بتحصل بس في البنات، الحركة دي بتحصل في الولاد، والحقيقة انها بتحصل في الولاد اكتر. بهدوء كده انا هقول لك دي ايه الحاجه دي. بيسموها بالعربي العاده السريه عند الاطفال وعند الرضع، بيسموها بره، كانوا قعدوا فتره يسموها ال infantile masturbation، وبعد كده اتسمت ال gratification disorder. دي حاجه بتتشاف في الاطفال من اول ما الطفل يتم 3 ل 6 شهور. ده تصرف ملوش اي علاقه باللي انتوا حاسين بيه ككبار. يعني الطفل لما بيعمل حركه زي الحركات دي بيبقى بسببها الاساسي ان هو بيكتشف جسمه بمنتهى الفضول والبراءه. بيبقى زي ما بيكتشف مناخيره، زي ما بيبص على مثلا، بيحط الحاجات في بقه، بيحط الحاجات في ودنه، ساعات بيحط الحاجات في مناخيرهم، فبيقوم حاطط الحاجه مثلا لعبه او حاجه جوه الحفاض، او بيبتدي يلمس المكان ده اثناء تغيير الحفاض او وهو بيستحمى مثلا. لما بيحس ده بيحس احساس غير خالص الاحساس اللي بيحسه الكبار، والدوافع اللي عند الطفل مختلفه تماما عن الدوافع اللي عند الكبار. وممكن بالصدفه يكون مره لعبة أو حاجة احتكت بالمكان ده فحس بشعور معين مع الزهق، الشعور ده بالنسبة له كان لطيف فبدأ يعمله كتير. تلاقي الطفل مثلا بالذات الولاد ممكن تلاقيه بيحك مع مخدة، بيحاول يكرر الاحتكاك ده مع الحيطة، العربيات واللعب ساعات ممكن يكرر معاها الاحتكاك ده عشان يحس بنفس الشعور ده مرة تانية. الأولاد اللي في سن أكبر عند سن البوتي ترينينج أو خلع الحفاض، ده بيديهم فرصة ان هما يكتشفوا المكان ده اكتر، فبيبقى فيه فضول اكتر ناحية المكان ده. وساعات الموقف اللي انت بتشوفيه ده بيكون سببه ان الطفل شاف حاجة عند الكبار، او اتعرض لان طفل تاني يلعب معاه اللعبة دي، او ممكن يكون حد كبير وحاول يلعب معاه نفس اللعبة دي. فساعتها لازم الام تدقق كويس قوي في التاريخ بتاع الموضوع، انت قعدت مع مين، لعبت مع مين، بتعمل الموضوع ده بشكل طبيعي زي ما هنقول علامات ان هو طبيعي، ولا لا الموضوع متعرض يعني ليه علاقة بحادثة. وساعات تانية ما بيكونش ليه علاقة بحوادث ولا حاجة لا قدر الله، بيكون ليه علاقة بسترس. الام والاب مثلا بيتطلقوا او بيتخانقوا كتير قدام الطفل، حصل ظرف في العيلة خلاهم يتنقلوا كتير، او حصلت حادثة كبيرة في العيلة، فالطفل ما بيبقاش عارف يتخلص من الاسترس ده ازاي بصورة طبيعية، فبيتخلص من التوتر والقلق عن طريق ان هو يلزم عادة زي دي، زي ما طفل تاني بيحط صباعه في بقه، هو بيحاول يدور على مكان دافي يحط فيه بق صباعه ويحس بالامان. فده شبه جدا الشعور اللي بيحصل وبيعرضنا للموقف ده. اول حاجه الام تعملها تتاكد ان الطفله بالذات الطفله ما عندهاش التهابات في المنطقه دي بنسبه 90%. اول مره الطفله في السن ده بتحط ايديها جوه، بتحط عشان خاطر في التهابات هي عايزه عامله لها حكه او هرش، فلو اتعالجت صح انت هتتجنبي مشاكل كتير جدا. تاني حاجه هطلبها منك، ما تروحيش تجري على البنت تصرخي او تعملي اي تصرف عدواني، لان اي تصرف فيه الحاح على انه ما تعملش كده او فيه توبيخ بيخلي الطفل ياخد باله من الحاجه دي اكتر ويتركز في دماغه اكتر، فيبقى عايز يعملها من وراكي اكتر. انما لو انت تجاهلتي اللي بيحصل وحاولتي تثنيه عن الموضوع، بص البالونه، تعالى نشوف اللعبه، ايه ده، ده بابا جه، يلا نروح نفتح الباب لبابا، هو هينصرف عن ده من غير ما يحس بايه، بتوبيخ. حاولي تصوري الموضوع لو هتوريه للدكتور، لانه في بعض الاحيان النادره قوي بيكون التصرف ده او الحركات اللا اراديه اللي بتحصل دي بتكون نوع من انواع التشنجات البسيطه، فلما تصوريها الدكتور يقدر يقول لك لا دي كانت فعلا بعد شهر ممكن تتشنجات، ولا لا ده الولد كويس وزي الفل بس ده شويه فضول عنده وهيروحوا مع الوقت. حاولي بقى الفتره اللي بعدها ما تسيبيش الطفل لوحده فتره طويله، خليه دايما قدام عينك بحيث كل ما تشوفي الحدث ده بيتكرر تعملي ايه، تعملي له ديستراكشن. البيبي الصغير
اللي بيعمل الحركة دي قفلي له الحفاض كويس، ما تديلوش فرصة ان هو يدخل ايده في الحفاض كتير. الطفل الاكبر حلي مشاكل التوتر عنده، لو هو في مشاكل في البيت، في زعيق كتير في البيت، في توتر، لو سمحتي ده الحل الاساسي، لان انت هتلغي العادة دي هتلاقيه بيمص صباعه، هتلغي مص صباعه وتمسكي صباعه هتلاقيه بيعمل حاجة تالتة. فلازم ادور على سبب المشكلة الاساسي اللي محتاج ايه، محتاج حضن للطفل ومحتاج امان جوه المكان اللي هو فيه. 99% من الاطفال بيبطلوها بعد كام مرة خلاص، بس انتي تشغليه صح، اشغلي ايديه، شغلي ايديه بحاجات، هاتي بازلز، هاتي حواديت، هاتي العاب، والله حتى من غير العاب، ده ازازة بلاستيك وغطا ممكن يقعد يلعب بيها ساعة. الريموتات بيحبوها جدا، فانتي حاولي تدوري على حاجة بيحبها. لو لقى لعبة هي بالنسبة له لعبة، لو لقى لعبة تانية ألذ خلاص هيركز فيها. التلفزيونات والشاشات مهم جدا تبقي مراقباها، لو ابني بيشوف كرتونز مثلا فوق السنتين ابقى مشغلة ابليكيشن معينة، تطبيق معين بيقولي هو بيشوف ايه، علشان ممكن يكون شاف حاجة فبيقلدها. التلفزيونات يا جماعة انتوا بتفرجوا البيبيز على افلام الكبار اللي هي فيها مشاهد ما ينفعش الكبار يشوفوها، فما بالك البيبي بيقلد عمياني وممكن يروح يقلد في المدرسة. فلو سمحتوا افصلوا ما بين المحتوى اللي يشوفه الكبير والمحتوى اللي يشوفه الصغير. خلي عندك صبر لو عايزة تتخلصي من اي عادة وحشة، ما تجيش بعد تاني او تالت يوم او اسبوع واتنين وتقولي لا انا زهقت، لا معلش حبيبتي لازم تصبري اكتر. في تصرفات طبيعية اتقبلها جدا من الطفل في السن ده، وفي تصرفات تانية مش طبيعية خالص، دي معناه ان ممكن يكون ايه حصل تعامل خاطئ مع الطفل، او شاف مشاهد غلط، او حد حاول يلمسه بشكل غلط. الطبيعي ان الطفل يبقى عنده فضول يسأل عن اعضاء جسمه، يشوفها، يحاول يلمسها. ممكن كمان لو شاف طفل تاني يبقى عنده فضول انه يعرف الفرق ما بين الولد والبنت. لو شاف واحدة حامل يبقى عنده فضول انه يلمس بطنها او يسألها هو في ايه في بطنك، او البيبي بيخرج ازاي، الاسئلة اللي بتيجي لكل الاطفال. ساعات ممكن فطريا كده الطفل وهو في سن مثلا الحضانة يبقى عايز يوري البرايفت بارتس بتاعته، الاجزاء اللي هي المناطق الخاصة بتاعته لاطفال تانية، يعني بصوا انا عندي ايه وانتوا عندكم ايه. هو حبيبي مش قصده حاجة وحشة، احنا نعلمه طبعا انه ما ينفعش يوريها لاي حد لانها ايه لازم تفضل ايه برايفت وخاصة، بس هو ممكن يبقى بيعمل ده من غير ما يبقى فيه اي اذى عليه ولا حاجة بفطرته. البنات تحب تبوس العروسة، تحب تحضن العروسة، ده عادي جدا مفيش اي مشكلة. حتى ان الطفل يحط ايده في مكان من الاماكن الحساسة ويبتدي يحس معاه باحاسيس معينة، ده بيحصل وطبيعي. اللي مش طبيعي انك لما تلهيه ما يتلهيش، يعني لو لقيت ابني بيعمل التصرف ده وناديت عليه وقلت له تعالى نشوف بابا جاب ايه، الحق في ايس كريم، الحق معرفش مين، الطبيعي ان الطفل ايه يسيب ده ويروح معاكي للحاجة المشوقة. انما لو ما بقاش راضي يروح معاكي وعاوز يكمل قوي ويستغرق للنهاية، لا ده معناه انه بقى واجد فيها متعة اكبر بكتير من متع اللعب والحاجات الطبيعية اللي هو المفروض في سنه ده يبقى مستمتع بيها اكتر. مش طبيعي ان الطفل يشوف مامته وباباه وهم في طبعا لوحدهم، او انه يشوف مامته وهي مش لابسة الهدوم، يعني الام لازم تاخد بالها ما تقولش ده بيبي صغير، لا معلش من اول ما يبتدي يدرك لازم يا حبيبتي يبقى ليكي الخصوصية بتاعتك ولابسة لبس مناسب للايه للاطفال. مش طبيعي لو لقيت الطفل بيحاول يلمس الاعضاء بتاعة قطط او حيوانات حواليهم في البيت، لا ده مش تصرف طبيعي. هو يكتشف نفسه بس مش طبيعي ان هو يبقى بيسعى ان يعمل ده مع حيوانات او حاجة، خدي بالك منها جدا، دي علامة مهمة انه محتاج متخصص. مش طبيعي انه يبقى عايز يلعب لعبة استكشافية مع طفل تاني، لو بيحاول يقلد ده مع طفل تاني يبقى هو مش مجرد فضول ناحية نفسه، لا ده بيعيد مشهد هو شافه قبل كده، سواء شافه عند حد او حصل له قبل كده. فخدي بالك، لا الاطفال لازم تفهم ان اللعب ليه حدود، ولو انا لقيت ده في ابني لازم افكر ايه اللي حصل. في الاخر مش عايزين نكبر المواضيع، احنا بس عايزين نتعامل معها صح وبعقل عشان الطفل يفضل بيحب جسمه، بيتعامل مع جسمه وهو بيحترمه بشكل كبير جدا، وبيفرض على الاخرين ان هم يحترموا جسمه. ربنا يبارك في الولاد ويقويكم.